وقد سأله ثعلب اليماني: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال عليه السلام: ويلك يا ثعلب، لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. معروف بالدلالات، منعوت بالعلامات، لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس. يا ثعلب، إن ربي قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم لا برويا، ظاهر لا بتأويل مباشرة، متجل لا باستهلال رؤيا، بائن لا بمسافة، قريب لا بمدانات، مريد لا بهمة، صانع لا بجارحة، درواك لا بخديعة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، عظيم العظمة لا يوصف بالعظام، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، سميع لا يوصف بآلاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقة، قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء فلا يقال له بعد. هو في الأشياء كلها غير متمازج بها، ولا بائن عنها، موجود لا بعد عدم، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، لا تحوي الأماكن ولا تطمن الأوقات، ولا تحده الصفات، ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. تعنو الوجوه لعظمته، وتجب القلوب من مخافته، وتتهالك النفوس على مراضيه.